سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى فأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خفعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد صلى الله عليه وسلم ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبطني الله في سلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في سلب نوح عليه السلام وجعلني في سلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطال والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاءتك الشفاء ملأنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير حسر وعدا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا
يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدما سغبيل أهشاءه وتوى تحت الحجارة كأشهى مترف الأدم وربدته الجبال الشم من ذهب النفس فأرى زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فتدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرم ومن فلا أحد أبار في قول لا منه بلا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكم فهب الذي تم معناه وصورته ثم صافه حبيبا بريء النسم منزه أشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دأته النصارى في نبيهم وحكم
بما شئت ما هم فيه وحدك مني وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو نسبت قدره آيات حوض ما أحيا اسمه حين يوم عدى رسال لم ينتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلا نرتب ولم نهمي مولا يصل بسا لم دائما أبدا على حبيبك خاي بالخلق كلهم كالشمس تظهر لي العينين من بعد صغيرة وتكي للطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم يا مهندسا لو أنه بالحلم مولاي صار